في آخر مباراة ودية لعبتها تشكيلة اتحاد الحراش أمام اتحاد الشاوية والتي جمعتهما سهرة الخميس بملعب المركب الرياضي بمدينة عين درام التونسية، حققت الصفر الفوز بهدف يتيم من تسجيل حطاب الذي تعرض لإصابة جديدة مثل ما حدث مع زميله زيان شريف. الفريقان سيغادران مكان تربصهما بفندق النور العين صبيحة السبت للعودة إلى أرض الوطن، وبعد أيام راحة سيمنحها الطاقم الفني للاعبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. سيعود اللاعبون من جديد لأجواء التحضيرات للموسم المقبل.